صباح جديد، حركه جديده. جوج الحوايج ما كنساوهمش: كنشربوا الماء مزيان وكنقوموا بالحركات التخينيه قبل ما نبداو لي زيكزارسيس ديالنا. الحصه ديال اليوم غادي نرجعوا، غادي نخدموا لي فيسين، نشوفوا لي زيكزارسيس اللي وجدنا. ليكزارسيس الاول غادي نتكى هنايا، اون فوا نقاد لا انش ديالي مع الظهر غادي نسرح لي دو جامب، غادي نخرج اون هنايا سوغ لو كوتي، من بعد نطلع بان دومي سيركل ونمشي لا هنايا ونعاود نرجع. كونترول لا ريسبيراسيون ديالي مزيان، لو فونتر حتى هو نخليه مزيان، ونحاول الظهر ديالي ما نرجعوش بزاف اللور يبقى مقاد. نكمل هنايا واحد 15 ولا 20 ريبيتيسيون، غادي نرجع هنا، غيكون هذا هو الموفمون الاول. نشوفو الموفمون الثاني، لو موفمون الثاني غادي نرجع لنفس الوضعيه هنايا، مي هاد المره ما غاديش نخلي رجلي مسرحين، غادي نجمعهم هنا، غادي نبدا نحل وكنعاود نسد هنايا. ديما لو فونتر مزير مزيان باش او ميم طون حتى هو كيخدم، كنبدا نطلع بلا جامب وكنرجع ننزل. نخلي الظهر ديالي واقف، غادي نطلع هنايا، غيكون هذا هو الموفمون الثاني. شوفوا الموفمون الثالث، لو موفمون الثالث غادي نطلع هنايا، لا بوزيسيون دي ليفونت اللي كنديرو ديما الا ديتو البال الجنو كيفاش محطوط، غادي نبدا نطلع شويه الفوق كنرجع ننزل، كنطلع شويه هنا كنعاود نرجع. الا رديتو البال لو فونتر مزير مزيان، الظهر حتى هو واقف. اون فوا غادي ندير واحد 15 ريبيتيسيون هنايا، غادي نرجع نقلب الرجل الاخرى وغادي نعاود نطلع. الا رديتو البال حتى في الطلعه ما كنوقفش كلشي، كنهبط كنطلع غير شويه وكنعاود نرجع ننزل. غادي نرجع هنايا، غيكون هذا هو ليكزارسيس الاخير. ندوزو النصائح. المنطقة اللي خدمنا اليوم كان فات لينا خدمناها، وخدمناها بتمارين وحده اخرى، هادو تمارين جديده اللي قدروا نزيدوهم باش هكا كيولي عندنا باجاج كبير ديال لي زونطريمون. كل مره كنوعوا كيف كنقول لكم ديما، نبدلوا لي زيكزارسيس باش لو كور ديالنا يستافد. بالنسبه لي ريبيتيسيون اللي نقدروا نديروا لكم الاختيار، نقدروا نبداو من 15 حتى ل 40 ولا 45 ريبيتيسيون، نبقاو نعاودوهم من جوج حتى ثلاثه المرات باش هكا لو موسكل كيستافد مزيان وكيبداو يبانوا لنا النتائج اللي بغينا. ما نطولش عليكم، نتمنى تكونوا استفدتم من الحلقه ديال اليوم. نشوفكم غدا ان شاء الله، بالسلامه.